بنتكلم خلاص على تقريبا اسبوع ونودع الشهر الكريم شهر رمضان اللي في مصر دايما بيكون تفاصيل مليانة في الشهر ده. ولو هنتكلم على التفاصيل اللي بتبقى موجودة في هذا الشهر الكريم يعني اعتقد هنحتاج حلقات في شهر رمضان اكتر من الشهر نفسه لتفاصيل رمضان في مصر تحديدا. حتى في وداع الشهر الكريم بيكون يعني سايبنا بذكرى، واهم ذكرى بنستعد يعني او بنتأهب في وداع الشهر الكريم بيها هي كحك العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين. ولما بنتكلم على كحك العيد بيبقى فيه بقى يا سلام لو هنتكلم على شوية بيتي فور بالمربى قريبة. بتاكلي كحك العيد يا منى؟ لا. او استعديتي لكحك العيد ولا لسه؟ انا بيطلعوني من علبة، يعني حاسة ان انا لو احنا مش صايمين كان زماني هطلع الهواء وفي سكر بودرة على جنب بقي. يعني انت بدأت كحك العيد من دلوقتي تاكليه خلاص؟ لا طبعا مش من دلوقتي، من 10 ايام اول ما نزل. ده من خلاص احنا اللي خلينا نستنى من قبل رمضان. انا خلصت. لا طبعا كحك العيد ده انا بحب كحك العيد جدا، وبرغم ان هو اسمه كحك العيد لكن هو غير مرتبط عندي بالعيد خالص. يعني على مدار السنه هتلاقي عندي في كحك في البيت فعلا. انا بحب الكحك قوي قوي قوي. يعني انا خايف بس يعني اقول كده على بس انا خايف ده يا رجاء الستايلست تسمعنا دلوقتي الموضوع عندنا يروح في حته تانية. لا والله كحك العيد له بهجه كبيره جدا. حتى السنه دي ان شاء الله انا عندي النيه ان احنا نجرب انا واولادي نعمل كحك مع بعض. انت ما بتعملوش في البيت؟ لا احنا بتشتري جاهز. لا انت فايتك كتير بقى. يعني انا من الناس اللي اتربت او من الجيل اللي اتربى، سواء كانت بقى جدتي الله يرحمها سواء كانت امي ربنا يديها الصحه حتى الان تعبانه وبتعمله، ما فيش يا ماما طب ريحي بنجيبه من بره، ولا لازم نرجع نلاقي الجريمه دي معموله في البيت. دي مش جريمه، ده ريحه الكحك وهي ماليه البيت، وريحه الكحك وهو داخل الفرن وطالع. ايه بس مجهود ليه نتعب نفسنا لما ممكن في النهايه؟ بس هو مش مجهود قد ما هو فرحه. أنا فاهم مش موجودة أوي يعني. خلاص كبرنا على الفرحة دي. يعني الفرحة دي وإحنا أطفال يعني ماشي هقول لك خلاص إحنا دلوقتي ممكن نجيبه وجهزه ونستمتع بكحك العيد برضه مع كوباية شاي ولا حاجة. بس مش هيعمل ذكريات. يعني أنت لسه بتقول والدتك وجدتك وكده، أنا ما عنديش الذكريات دي، أنا والدتي ما كانتش بتعمل كحك ولا جدتي كانوا بيعملوا كحك، فأنا ما عنديش الذكريات دي بس شفتها في بيت أصحابي. البركة فيكي. هبتدي أعمل ذكريات لولادي. عايزين نعرف منكم بتستنوا كحك العيد عشان تاكلوا الكحك ولا ابتديتوا من دلوقتي؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجاباتكم اللي هنستعرضها في حلقه النهارده. صبح عليكم، صباح الخير يا مصر.